تأليف اسمه حب ست، احتفالية معروفة هيقوم بيها الملك سوسر، وهي إن أي ملك هيحكم كيميت لازم يثبت قوته بالسيطرة على طور وربطه، بعدها بيتم تتويج الملك. أنا متأكدة إن الفيديو ده هيبقى ترند. ترمت إيه؟ بتقولي إيه؟ هو ده وقته يا كنوز؟ لازم نهرب. ليه؟ لازم نهرب. مستشار الملك تقريبا هينفذ تهديده. يلا يا كنوز بسرعة، هات ايدك يلا، اتروا عار.